مرحبا بكم مجددا. نبدا بخبر مهم يخص نهاية شهر رمضان وبداية العيد. نظن بلي لحقنا رانا في القرن 21، سمعتوا ما بقاتش هذيك تاع واحد معماش يروح للفلاح يطلع الجبل ويشوف ويقول لك هاو بان الى ما بانش، وواحد ما نعرفين كل واحد هاو بان في غردير ما بانش في تلمسان بان في كذا. ابوي العالم الاسلامي كامل يزبو يتوحد ويعيش يعني في العيد، هي ما تعيد نفس مثلا. نشوف نعطيكم مثال، هاي الحدود الجزائريه المغربيه هاي بشافوا الهلال في ردايا في بن مهيدي، يعني الحدود الجزائريه المغربيه في مرس بن مهيدي وفي مغنية وفي اندروما يعيد. وعلاش اللي في وجدة ما يعيدش؟ لأنه مازال ما جاوش الهلال جوا في قيق ولا جوا وجدة ولا جوا من لا، احنا أمة واحدة، احنا أمة واحدة، عالم إسلامي واحد. وعلاش المسيحيين يحتفلوا بعيد الميلاد في نفس الوقت؟ حنايا متفاخرة في 93 وقيلا احنا 93 العيد الصغير الهلال حبس قالك في ليبيا الى في مصر. شوف في هذيك جزيرة او ام بي سي ودا نديرو من كل عاصمة عربية اجواء تاع العيد، ومن ليبيا والجزائر وتونس والمغرب ربما يتكلموش عليهم كلمة، ما قالوا راهم مازالهم صايمين، ما قالوا راهم فاطرين ولا كلمة. يا ديجا بالنسبة لهم العلم العربي يحبس في مصر، ربي سهل عليهم، حنا نتكلموا بالعلم الإسلامي، هذا هو اللي مهم، لأنه ما نروحوش للعرق، نمشيو للدين اللي هو أكثر من العرق. بعد أن مسجد باريس بعد على انه موعد اول ايام عيد الفطر بعام 2023 الموافق ل 1420 يكون يوم الجمعه، لك اخر يوم تاع رمضان هو الخميس 20 افريل، ويكون يوم الجمعة 21 أفريل أول يوم عيد الفطر المبارك. هذا هو يعني كي يشوفوا ما يشوفوش غير على باريس أو فرنسا، راهو بالنسبة للعالم الإسلامي كامل هذا بكري ما كانوش حدود. كي يشوفوا في السعودية ولا يشوفوا في العراق ولا يشوفوا في النجف ولا ناس قاعد العيد، هذاك هو العيد، ما كانش. المهم نقولوا الصحة عليكم، حنا على كل حد في فرنسا باش نعيدوا نهار الجمعة هذا مال، وإن شاء الله يعني كل المسلمين يعيدوا نفس اليوم. وهنا بالمناسبة السؤال راهو مطروح بالنسبة للجزائر، كانوا يقولوا باللي راح تفتح جامع المسجد الكبير في شهر رمضان باش نصلي التراويح، ما كانش باش نتكلم على قاعة الصلاة، لأن المسجد ككل ما تكلموا عليه، نتكلموا على قاعة الصلاة مش على المسجد ولا الملحقات ديالو. بعد قال لك لا راح يخلوه العشر أواخر، احنا في العشر أواخر العيد الصغير يكون مناسبة، مناسبة مليحة تفتح قاعة الصلاة. أنا اللي استغرب هو أنك تفتح قاعة الصلاة نصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب، مش عارف الصبح نصلوا فيها ولا لا، والعشاء لا ما يصلوش فيه،
ونهار الجمعه ما يصوروش فيه، وعلاش؟ ونهار العيد ما يصوروش فيه. يا كيك شوز كي كلوش، لا يا كيك شوز كي كلوش. انا جاتني من عند اخوان معلومات يشرحوا لي، يقول لي هاو الاسباب اللي تخلي السلطات ما يفتحوش المسجد. نقول لكم على كل حال، بعد ما نكملوا حكايه العيد هذه نقول لكم، احنا ندخل في الموضوع الاخر. الموضوع خطير جدا جدا جدا، موضوع خطير. والسلطات المفروض يقولوا للشعب وعلاش راه مغلوق، يقولوا ما كان حتى عيب. وهذا كان يجي يقول لي واش دخلكم؟ لا دخلنا اموال الشعب، هذه اموال الشعب ماهيش اموال تبون ولا شنقريح ولا هذا. اللي يجي يقول لي واش دخلك؟ هذا هو اموال تبنى باموال الشعب. كيفاش خسر مليار ونص دولار وتقول لي ما دخلكش؟ دخلني، حنا نعرفوا هذا المسجد راه جاهز من عام 2019، 3 سنين من اللي راهو جاهز. افريل 2019 كان ما حدش شنو بوتفليقه، كان مبرمج يعني، ماشي قال لا لا، يعني من مصدر رسمي. 3 سنين من بعد ما كان والو. على كل حال انا قلتلكم واش جاتني كان معلومات، والعهده على ناقل الخبر العرابي اللي حكى لنا. شوفوا دايا بعد الله اكبر، هشام عباس، هشام عباس.